في الحقيقه هو احساس زوين بزاف، سورتو كتكون واحد النتيجه ايجابيه من بعد واحد السنه ديال الجهد ديال المثابره ديال لي ساكريفيس ديال بزاف د الحوايج، والحمد لله ملي كتكون نتيجه ايجابيه وكتكون نتيجه زوينه فعاده كنحسوا باللذه ديال هذا الانتصار واللذه ديال هذا الفوز. بصراحه دوزت يعني دي مامون شويه صعاب بحكم ان كيف كتعرفوا هذه الرياضه هي رياضه خطيره، بحكم انني كنتعرض لبزاف المشاكل باعتباري المراه الوحيده المشاركه مع الرجال، دونك المنافسه العقليه تتختلف من واحد لواحد، كاين اللي تيتقبلك كامرا وكاين اللي ما تيتقبلكش. ولكن يعني الحاجه اللي بقات مرسخه ليا في الذاكره ديالي هي واحد الحادثه كانت وقعت في مدينه الوالديه. كانت شويه غراف، يعني حسيت من خلالها بالخوف، صافي وليت كنقول صافي يمكن خاصني نحبس بركه عليا ماني على هادشي كامل وهذا. ولكن الحمد لله ملي كنكونوا تنبغيو شي حاجه دونك راه واخا تندوزو بدي مومون ديفيسيل واوقات كتكون صعيبه، ولكن الحمد لله تنستمروا. في نطاق دائما ديال السباق ديال السيارات، يمكن احسن حاجه ولا امامون اللي عمر ما غادي تنسى ليا هو كان عندي واحد السباق في مدينه العيون وكان وقع لي واحد العطب في السياره ديالي، ما درتش الكرونو يعني ما تكلاصيتش يعني في الكلاسمون باش كنت بغيت ندير الديبار في لا كورس، تكلاصيت انا رقم 12 انا الاخرى، دونك كان كيبان لي بان من المستحيل انني نفوز، من المستحيل شو حنا مكلاسيا في الديبار 12 كيفاش غادا دير باش ما عرفتش. سبحان الله العلي العظيم والله العظيم الا ما عقلتش على راسي كيفاش تدرت وفزت داك السباق وحتليت المرتبه الاولى، يعني تجاوز دوك 12 سياره دوبلتهم والحمد لله وتكلاسيت الاولى. دونك كانت هذه بارمي لي شوز زوينين اللي بقاو مرسخ ليا في لا ميموار. حاشا لله تنهين الرجال، انا بنت راجل مزوجه براجل، دونك ما يمكنش انا ما عنديش شي عقده مع الرجال، بالعكس يمكن كاين شي وحدين اللي كياخذوا لي شوز بواحد الحساسيه. في لي زانترفيو ديالي الا دخلتوا ليهم واحد بواحد ما عمرني ما احتقرت شي حد، راجل ولا مراه ولا اللي بغى يكون، يعني تا اخلاقي تا تربيتي ما كتسمحش انني نهين شي واحد ولا نفشر على شي واحد ولا نتكبر على شي واحد، ولا كل ما في الامر هو انني من خلال لي زانترفيو ديالي كنهضر على البالماريس ديالي على انجازاتي على انتصاراتي. بالنسبه للعناوين اللي تيحطوا لي جورناليست بيان سور، لي جورناليست كيحضروا معايا لي كورس كيشوفوني كيفاش دوزت لا كورس ديالي كيفاش تكلاسيت مثلا لا بروميير في بلوزيغ ريبريز وفي بلوزيغ كورس. الصحفي تيمشي هو اللي تيكتب العنوان، انا ماشي مسؤوله على الخط التحريري ديال الصحفي، وانا اللي نقدر نهضر عليه ونقدر هذا هو ان الصحفي ماشي مثلا انا تكلاسيت العاشره والصحفي كيقول انا تكلاسيت الاولى ولا تكلاسيت السابعه الصحفي كيقول تكلاسيت الثانيه، تيقول داكشي اللي شاف يمكن بقوه الاعجاب ان مرا داخله مع الرجال في واحد الحلبه وتتنافس معهم وتتقاتل معهم. دونك واللي بغيت نقول لك راه ماشي اي واحد واخذ موقف من هذا الشيء، يمكن دوك اللي ما عندهمش ثقه في نفسهم، اما الابطال الحقيقيين اللي عارفين راسهم اشنو تيسواو هذا الشيء ما تيأثر عليهم لا من قريب لا من بعيد، والله شاهد على ما اقول. ان شاء الله الرحمن الرحيم لكم الله ولا سهل الله، واخا في غياب الدعم يعني المادي والمعنوي وهذا، ان شاء الله بالتعاون دائما ديال الاب ديالي قررنا ان هاد السنه نخرجوا على نطاق يعني هاد السباق داخل الوطن ونحاولوا باش نمشي ونجري ان شاء الله ولا نجري في سباقات على الصعيد العالمي، اسبانيا ان شاء الله فرنسا، لان في الحقيقه يعني دابا هادي 3 سنوات وانا كندير البطوله كنحس راسي باقا في بلاصتي، يعني ما كتحسيش بليفولوسيون، بيتيت لعل وعسى ان شاء الله يسهل الله ونمشيو لتما، على الاقل تما كيقدروا المراه
يعني كيقدروها واحد التقدير ما تيتصورش دون باغ دوطخ باغ غادي تكون عندك تجارب غتكتسب فيها اكبر. وكيف كنقولها ديما وفي جميع المنابر الاعلاميه عندي واحد الحلم هو انني نرفع الرايه المغربيه عاليا في الملتقيات الدوليه وفي السباقات الدوليه ان شاء الله، ونتمنى تحيا الفرصه هذه السنه. في صراحة يعني في الصعوبات والمشاكل زعما ربي اللي عالم بها، ما غاديش نبدا نقول لكم. يعني في شاك بوديوم كنطلع ليه راه داغيير داك لو بوديوم راه كاينه اون سوفرانس، كاينه معاناه، يعني بزاف د المشاكل، ولكن الحمد لله اللي تيفرحني وتيخلي كل شيء هون عليه يعني الصعاب كلها تتهون هو التشجيع ديال لي فان ديالي، ديال الناس اللي تيبغوني، كلماتهم يعني لي زانكوراجمون ديالهم كلهم، سواء بار دي ميساج، سواء هكا فاس ا فاس، سواء دونك هما اللي تيعطوني ديك الشجاعه وديك القوه باش نستمر. ومن هذا المنبر بغيت نوجه لهم كلهم يعني تحيه شكر وتقدير واحترام، والله يجازيهم بالخير. شكرا بزاف، شكرا لك كذلك اخي امين، كنحيي فيك هذا الروح ديال الاجتهاد وديال المعامله الطيبه وديال، بغيت نشكرك انت بدورك ونشكر المتتبعين ديالك كاملين وتنوجه لهم التحيه وشكرا لكم. وبغيت نوجه لكم، بغيت نقول لكم كذلك سنه سعيده ان شاء الله مليئه بالافراح والمسرات وكل ما تمنيتوا ان شاء الله، ويعم دائما السلم والسلام والأمن في بلادنا الحبيبة المغرب.